نرجع لاخبارنا. شكرا يا كابتن وجيه، نورتنا. قلعه الثغر، نرجع لاخبارنا تاني. اتفضل. طبعا هنروح دلوقتي لزعيم الثغر نادي الاتحاد السكندري، واللي بصراحه بيقدم مستوى اعلى من ممتاز مع الكابتن طلعت يوسف. خلاص بدا التدريبات الجديه بشكل جدي جدا، وبيرفع شعار لا بديل سوى الانتصار. طبعا نادي الاتحاد بيحاول بقدر الامكان، ما هو اعتقد دلوقتي في مركز متقدم، مركز الخامس او الرابع، لكن الاتحاد السكندري كمان بيطمح في الافضل. والفريق طبعا رجع لتدريباته بعد انتهاء اجازه العيد الاضحى، وكمان الكابتن طلعت يوسف بدا في تطبيق برنامج كثيف جدا وكبير جدا على المستوى البدني اللعيب، عشان يوصل بيهم لاعلى فورمه للمباريات قبل عوده الدوري ان شاء الله اللي هتقام او هتنطلق يوم 6 اغسطس. والمفروض كمان الفريق هيواجه حرس الحدود، يعني في مباراه وديه ان شاء الله الاتحاد هيلاعب حرس الحدود، دي اخر بروفا على المستوى المباريات الوديه بيقوم بيها طلعت يوسف ان شاء الله المباراه بكره. وكابتن طلعت يوسف بيقول خلاص هو مباراه وديه على مستوى عالي جدا عملها، ومش عايز يعمل مباراه اخرى، يعني عشان هو طبعا الاصابات خايف. اللي انت قلت اتكلمت بالظبط، وبعض المدربين بتخاف من عمليه الاصابات خاصه في المباراه الوديه، وبيحافظوا على لعيبتهم ان شاء الله وعلى اللعيبه لانطلاقه الدوري ان شاء الله يوم 8 اغسطس باذن الله. احنا معانا دلوقتي على التليفون عشان نعلق على الخبر ده كابتن محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك هشام، واهلا بهاني، ازيكم؟ الف مبروك على الافتتاح، والف مبروك على الانطلاقه الجديده والبرنامج بتاعكم، وان شاء الله موفقين ان شاء الله. الله يخليك كابتن محمد. طمنا دلوقتي على استعدادات الفريق، خاصه ان هو ان شاء الله عنده ماتش يوم 10، هل الفريق مستعد بشكل كامل بنسبه كام في الميه نقدر نقول؟ يعني بدايه الامور كانت صعبه قوي بالنسبه لنا في الاول، لان يعني كنا بنتمرن حوالي 16 17 لعيب، المجموعه المحترفه ما كانوش وصلوا، عندنا الخمسه المحترفين ما كانوش وصلوا، ما فيش غير سيتي والميداني هم اللي وصلوا من حوالي 4 5 ايام. الباقيين طبعا لسه ما وصلوش. عندك في سالتو واوكوي، صح؟ اوكوي لسه ما جوش، ما وصلوش. دول عاملين لنا طبعا مشكله كبيره. وعندنا مجموعه كان في بدايه المساحات كان في 2 لعيبه كورونا، وبعدين بعد توالي المساحات في المسحه الخامسه اللي هي اللي فاتت، مش بتاعت النهارده، بتاعت الاسبوع اللي فات، طلع عندنا 2 لعيبه كمان زائد اداري. عندنا برضو لعيب مصاب راجع من صليبي كريم تيب، عندنا يعني عندنا مجموعه شويه كتير. فالامور كانت في اول التدريبات او اول الاعداد ان العدد قليل جدا، لكن في الوقت الحالي الحمد لله وصلنا ل 20 22 لعيب مره. كابتن محمد، طبعا فتره التوقف طويله جدا جدا، والله يكون في عونكم يعني وكل المدربين ان يستعيدوا اللياقه البدنيه واللياقه الذهنيه والفنيه للاعبين، لكن كمان انت بتقابل مباراه على مستوى عالي، انت عندك اول مباراه مع انطلاقه الدوري مع نادي الزمالك، قول لنا استعديتوا ازاي للمباراه ديت، والمحترفين اللي اتاخروا دول في مواعيد محدده لوصولهم، يعني الفتره اللي جايه كابتن طلعت وحضرتك هتستعدوا ازاي لهذه المواجهه امام نادي الزمالك؟ والله يعني احنا استعدينا بالموجود بالمتاح، لان احنا كمان زي ما حضرتك بتقول كده ان مباراه الزمالك فيها 2 مش هيلعبوا اساسا، احمد رفعت وسيسي. ده الاوقاف؟ طبقا لا، طبقا للعقد المبرم كعرب نادي الزمالك. اوكي. عرب نادي الزمالك فمش هيلعبوا، ادي في 2 مش موجودين كمان من الخط الامامي. عندنا اوكوي لسه ما وصلش من الخط الامامي، عندنا سالتو من الخط الامامي برضه لسه ما وصلش. لكن يعني تعايشنا واشتغلنا وجهزنا ناس تانية، ولعبنا 3 مباريات، وعندنا المباراة الرابعة بكرة إن شاء الله مع حرس الحدود، دي البروفة النهائية. ومباراة سموحة يا خلاص نهائيا مش موجودة، مباراة سموحة كان في مباراة كمان المفروض هتلعبوها. لكن زي ما بقول لك كده إن العدد قليل جدا بالنسبة لنا، فقلصنا العدد المباريات شوية، لأن الأمور برضو بالنسبة لنا كانت صعبة. ومفيش وقت خلاص من المباراة يوم 10 ان شاء الله، هنلعب بكرة المباراة الأخيرة ويليها يوم الأربع راحة، الخميس هنبدأ معسكر على طول التحضير لمباراة الزمالك ان شاء الله.
طيب الثلاث لعيبه اللي غابوا يا كابتن، في امل ان هم يحضروا قبل ماتش الزمالك ولا بعد ولا ايه؟ لا طبعا لا، مفيش يعني طبعا مش هيلحقوا لغايه وقتنا هذا. يعني طبعا الظروف مختلفه، في اثنين الافارقه الطيران اعتقد لسه ما اشتغلش، انيس سالتو الليبي موافقات امنيه والامور زي ما كابتن هاني عارفها طبعا ليبيا الموافقات الامنيه والامور دي بتبقى شويه صعبه جدا طبعا. وفي ويلسون كمان يعني، بس ده هيأثر اكيد على يعني على الفنيات الناحيه الفنيه للفريق. هيأثر على كل حاجه، يعني هو مؤثر على كل حاجه من بدايه الاعداد، ان انت زي ما بقول لحضرتك احنا بنتمرن 16 لعيب لغايه ما وصلنا بقالنا اسبوع بس الحمد لله ان احنا 22 لعيب، لان كان في ناس لعيبه كورونا. احنا عندنا في الوقت الحالي على فكره اثنين كورونا برضو، يعني عشان بس نبقى يعني في اثنين معزولين يا كابتن هاني برضو نفس فالامور برضو صعبه، ولكن انت بتتعايش بالمجموعه اللي عندك. صعبنا ثلاثه لعيبه من 2001 ولكن ما بتقولش عليهم كتير لان هم برضو كانوا بعاد كتير عن الفريق الاول، ولكن يعني ربنا يسهل نستعين بيهم في الفتره الجايه يكون ليهم حظ في الوجود. كل التوفيق طبعا ليك يا كابتن والكابتن طلعت يوسف ولجماهير نادي الاتحاد على ان شاء الله باذن الله يعملوا شكل كويس ونادي الاتحاد يشوفوه في احسن صوره.